لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال المؤلف رحمه الله، قال: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم الله والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، إمام البربهاري رحمه الله تعالى. الحقيقة أنها تكررت، وإن تفرق ما فيها في يعني أنحاء مختلفة، لكن تكرر هذا التنبيه من يعني صاحب المتن رحمه الله تعالى على هذا المعنى. اتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، يعني هو يقصد لما جاء في هذا الكتاب، لما جاء في هذا الكتاب. أنا لن أتعرض لشرح الشيخ الفوزان لاختصارا، لأجل أن ندخل في العبارة التي بعدها. فقوله لما في هذا الكتاب، إنما يقصد لما جاء في هذا الكتاب من تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان كما سبق الأولى أن يعبر لما جاء في هذا الكتاب من منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك هذا عند ذلك يخرج الشبهة عن تزكية الكتاب أو نحو ذلك. وربما هذا الذي يتوهمه بعض الناس، أن صاحب الكتاب يزكي كتابه ويزكي عمله، لكن هو رحمه الله تعالى لعله يقصد ما جاء في هذا الكتاب من تقريرنا لمذهب أهل السنة والجماعة. يقول: ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق. وسبق التنبيه لهذه العبارة يعني بلفظها، ويقصد بالأمر الأول العتيق، يقصد به رحمه الله تعالى يعني الأمر الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم الله والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها: قال: فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل، إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال، وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك البعض أو في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها،
فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاص زمان سوء فاتق الله. هذه الجملة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى اشتملت أكثر من يعني مسألة يريد أن ينبه إليها رحمه الله تعالى. وأول ذلك كما قال في قوله: فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين. وهذا يؤكد بإذن الله تعالى أن صاحب الكتاب إنما قصد ما في الكتاب من تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا يعني لا يفوت مثل هذا الإمام أن يعني ينتبه إلى هذا المعنى. فلو كان يزكي كلامه ما كان أبدا يقول فإنه ليس يدين لله بدين، وإنما يقصد ما تقرر من كلام أهل السنة وعقيدة أهل السنة في هذا الكتاب. فإن الذي يخرج عن هذا الاعتقاد فهو ليس على الدين الصحيح، فهو ليس على الدين الصحيح. قال في الشرح: أي من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بين في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاعتقاد الصحيح، يكون مع أهل الضلال، مع المبتدعة، مع المعتزلة، مع الجهمية، مع الفرق الضالة. وده من الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، فيه نوع كذلك تنبيه إلى أنه لا يلزم من قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى فإنه ليس يدين لله بدين أن يكون من خالف هذا الاعتقاد على كل حال كافرا. فظاهر العبارة أنه ليس يدين لله بدين، فهو ليس من المسلمين. لكن الشيخ الفوزان حاول أن يشير من خلال العبارة إلى أن الكلام ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإلا فهناك الكثير من أهل البدع خالف منهج أهل السنة والجماعة ومع ذلك لا يحكم عليه بماذا؟ بالمروق والخروج من الدين والكفر، والخروج من الدين والكفر. بل أكثر هذه الفرق، أكثر هذه الفرق لم يكفرها العلماء، لم يكفرها العلماء، وإن كان يعني أحد منهم يكفرون بعضهم أحيانا ويختلفون، لكن المقصود أنه ليس المراد أن كل من خالف منهج أهل السنة والجماعة من أهل البدع يلزم من ذلك أن يكون كافرا. قال: يكون مع أهل الضلال، مع المبتدعة، مع المعتزلة، مع الجهمية، مع الفرق الضالة. يعني أي إنسان يخالف منهج أهل السنة والجماعة فهو مع فرقة من هذه الفرق. قال جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فلا بد أن يعرف الإنسان الحق أولا وما عليه سلف الأمة، ولا ينظر إلى كثرة المذاهب وكثرة الأقوال. يعني هو ينبه من خلال هذه العبارة إلى لا يغتر بالكثرة والعدد، إنما عليه أن يتبع المنهج الدليل الذي كان عليه أهل السنة والجماعة في منهجهم. نعم. قال: فلا بد أن يعرف الإنسان الحق وما عليه سلف الأمة، ولا ينظر إلى كثرة المذاهب وكثرة الأقوال، وإنما ينظر إلى شيء واحد هو كما قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال: والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه تزكية لهذا الجيل، هذه تزكية للسلف رحمهم الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحقيقة إنه من أقوى الأدلة في لزوم اتباع
يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة هو قول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهذه الآية على قول عامة المفسرين هي في الصحابة رضي الله عنهم، وأن الله عز وجل يزكيهم بذلك. فإن آمن الناس على مثل إيمانهم وعلى طريقتهم فهذا هو الطريق الصحيح. قال: فإذا التبست علينا الأمور وكثرت الدعايات فالحمد لله المخرج موجود، وهو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. كل يدعي أنه على الكتاب والسنة، ما الذي يفرق بيننا وبينهم؟ الذي يفرق بيننا هو منهج السلف، لأن السلف هم الذين فهموا الكتاب والسنة وصاروا عليهما، فنحن نتبع السلف الصالح. هذا هو الفرق بيننا وبين أهل الضلال والفرق المنحرفة. يعني هناك من الناس من يظن أنك إذا قلت أنا سلفي أن هذا نوع تفريق للأمة، وهذا لعدم الفهم الصحيح، بل هذا أصبح واجبا مع شيوع البدع. مع شيوع البدع هناك كثير من الناس يتشدق به، يقول: لا تقول أنا سلفي ونحو ذلك، لا، قل أنا مسلم. نعم، وصف الإسلام أعظم وصف، لكن لما اختلف المسلمون واختلفت مشاربهم فصار الآن المسلمون يجمعهم دائرة واسعة فيها كل من توجه إلى وجهة غير الوجهة الصحيح. فالشيعة يقولون نحن مسلمون، الصوفية يقولون نحن مسلمون، الجهمية، القدرية، الكذا، الخوارج، كل هؤلاء يقول نحن مسلمون. إذن من أين أنت أو ممن أنت في هؤلاء؟ إذن لابد أن يظهر ما أنت عليه من طريقة في عبادة الله تعالى وفي اعتقادك. طريقة اعتقادك وعبادتك على أي طريق؟ فلابد عند ذلك أن تحدد فتقول: أنا على طريق السلف، أنا أتبع منهج السلف، أنا سلفي. وهذا شرف عظيم، وليس الأمر حزب أو جماعة يتجمعون على عصبية ونحو ذلك لفئة من الناس، لا، إنما نتعصب للمنهج، إننا نتعصب ونتحزب للمنهج، والذي يخالف هذا المنهج ولا يتعصب له ولا يتحزب له فهو من أهل البدع. كل من لا يوافق منهج السلف الصالح ويتعصب له فهو من أهل البدع. لماذا؟ لأننا إن لم ندافع عن هذا المنهج، وأقصد بالتعصب يعني ماذا؟ الاجتماع. كلمة التعصب يعني الاجتماع، أن يجتمع الناس على هذا المنهج ويدافعون عن هذا المنهج. ولذلك فنحن عندما نقول نحن سلفيون أو أقول أنا سلفي، إنما أقولها ليس بقصد تفريق المسلمين، إنما أقولها بقصد بيان ما أنا عليه من طريقة في اعتقادي وفي عبادتي في هذا الزمان الذي كثرت فيه الطرق والبدع. ومصداق ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحق واضح، قال: الحق واضح والطريق واضحة لمن طلب النجاة. والله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وعليه فهذه الفرق كلها لابد أن نتبرأ منها، وأن نتعصب ونتحزب ونجتمع على منهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. قال قوله: خلافا لما في هذا الكتاب. يعني قبل أن نغادر هذه المسألة، يعني تنبيه، وإن كان يعني أنا أحسبكم إن شاء الله يعني
يعني لستم يعني من ممن يعني نعنيهم بهذا التنبيه إن شاء الله، وهو أن كثيرا من الناس يظن أن عقيدة السلف أو أنا سلفي أو نحو ذلك أنها عقيدة الشيخ فلان، أو أنها منهج الشيخ علان من الأحياء مثلا أو نحو ذلك، أو حتى من كانوا من المتأخرين ونحو ذلك. لا، إنما نقصد بقولنا نحن على عقيدة السلف، نحن على طريقة السلف، نقصد بالأجيال الأولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من القرون المفضلة. هؤلاء أحسن من أخذ الدين، وهم الذين حملوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريقة الصحيحة، ونحن نتبع هؤلاء لأنهم أحسن الناس فهما. ربما يعترض عليك معترض ويقول لك طب ما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول وهل هؤلاء خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن قال قائل طيب لماذا تقولون نتبعهم، قل نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نحن نعم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة من؟ طريقة هؤلاء. يعني إننا إن اختلفنا نظرنا في طريقة من أخذ الدين مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس جميعا يقولون نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون جميعا يقولون نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلمون. لكن من الذي يعرف أنه يتبعه اتباعا صحيحا؟ الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة من آمنوا به واتبعوه وزكاهم الله في هذه الطريقة. ولذلك أحسن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هم السلف، الصحابة ومن بعدهم من القرون الخيرية. ولذلك نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة هؤلاء رضوان الله عليهم، وإلا فالصوفي والشيعي والجهمي والقدري وكل هؤلاء يقولون نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتجنا أن نقول نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم خير من فهم الدين وأخذ الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله خلافا لما في هذا الكتاب، قال يعني خلافا لما في هذا الكتاب من أصول العقيدة وليس من كلامه هو، وإنما ما في هذا الكتاب هو من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح، هذا الذي في هذا الكتاب. يعني أن الشيخ الفوزان بيدافع عن شبهة يعني تزكية كلامه، كلام نفسه يعني الإمام البربهاري، أنه في قوله خلافا لما في هذا الكتاب، يعني أنه خلافا لما قررناه من عقيدة أهل السنة وطريقة أهل السنة. قال قوله ليس يدين لله بدين، قال لأنه على منهج أهل الضلال من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فهو على منهج الضلال. أي إنسان يدعي الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن على طريقة السلف فهو من أهل البدع، هكذا إذا لم يكن على طريقة السلف فهو من أهل البدع. لماذا؟ لأن الذين خالفوا السلف هم أهل البدع. وعليه فإن المسلم إذا كثرت الفرق والاختلافات والتضارب فإنه يجب عليه عند ذلك أن يبين طريقته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة أصحابه رضي الله عنهم التي زكاهم الله بها رضوان الله عليهم أجمعين. ومن ذلك قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال قوله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف، يعني يقول لا بد من الإيمان بالكتاب كله وبالنسبة وبالسنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها، أما من آمن ببعضها ولم يؤمن بالبعض الآخر منها إنه كافر بالجميع، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا.
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالذي لا يأخذ من الكتاب والسنة إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه هذا مثل أهل الكتاب. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال هذه سيرة كفار أهل الكتاب، أنهم إنما يأخذون عن الأنبياء ما يوافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم مما جاءت به الأنبياء فإما أن يكذبوا به وإما أن يقتلوا النبي الذي جاء به. وقد قتلوا من الأنبياء من قتلوا لأنهم خالفوا أهواءهم. وقال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذه طريقتهم. فالذي يأخذ من الكتاب والسنة ما يوافق هواه ويؤيد منهجه وطريقته ويرفض ما خالف هواه ومنهجه هو مثل هؤلاء، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ولا ينفعه أنه عمل ببعض الكتاب لأنه كافر بالجميع. يعني هذه مسألة يعني هو ناقشها بطريقة عامة جدا، يعني وهي أن من رد شيئا من الدين رد الدين كله، من رد شيئا من الكتاب رد الكتاب كله، من رد شيئا من السنة الصحيحة الثابتة رد السنة كلها، ويكفر بذلك. نعم يكفر بذلك، لكن مع التفصيل والتحقيق في هذه المسائل على يعني المنهج المتبع في مسائل الإيمان والكفر وإسقاط حكم التكفير على المعين وإن وجد النوع ونحو ذلك. وإلا هناك ربما من المسلمين من يرد شيئا من كتاب الله عز وجل جهلا تأويلا، هناك من المسلمين من يرد شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلا أو تأويلا ونحو ذلك. ولذلك فلا يطلق الحكم إلا بعد الضوابط المتعلقة بالحكم على المعين. وإلا كم نسمع من عامة المسلمين يعني عبارات وأحوال ترد كتاب الله وترد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من التحقيق وإقامة الحجة بضوابطها. وكذلك كم نسمع ممن ينتسبون إلى الإسلام ممن يدعون التنوير والثقافة ونحو ذلك، وفي ذات الوقت هم يردون كتاب الله ويردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا كفر يكفر به الإنسان والعياذ بالله، مع التنبيه على تحقيق مسألة إسقاط الحكم على المعين حتى ولو كان النوع موجودا. قال قوله: فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر. قال يعني من رد حرفا من القرآن فهو كافر. مثلا في قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد. قال قاف: هذه ليست من القرآن، والقرآن المجيد تكفي، مثل من قال: قل هو الله أحد. نقول: قل هو الله أحد، فقال: قل هذه ليست من القرآن، فهذا كافر والعياذ بالله، لأنه رد كلمة من كلام الله أو رد حرفا. يعني هذا مثال، الذي يرفع حرفا واحدا من كتاب الله، قاف واو قل كذا نحو ذلك، يرفعها عمدا بعد ثبوتها، فإنه يكفر بالله تعالى، لأنه يستدرك على الله، لأنه يستدرك على الله، يعني بيخطأ ربنا سبحانه وتعالى، فإنه يقول: لا دي مش مناسبة، نشيل دي ونحط دي. كالذي قال أن قوله تعالى في أكثر من موضع في القرآن قل، هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقال قل، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال ذلك. وعليه مثلا إذا قرأت قل هو الله أحد، لا لا لا، تقول الله أحد الله الصمد، ما تقول قل، قل أعوذ برب الفلق، تقول أعوذ برب الفلق. وهذا فعله بعض الناس، ومنهم الهالك القذافي مثلا كان يقول مثل هذا، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى.
وهذا لماذا؟ لأنه رد شيئا من كلام الله. وانظر إن رد حرف إن رد حرف من حرفا من كتاب الله عز وجل يكفر به الإنسان، فكيف بالذي يرد كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مجتمعين ويردهما ويدعي الإسلام ويقول أنا مسلم، وفي ذات الوقت لا يقبل التحاكم إلى كتاب الله ولا يقبل التحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ممن يصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن وآمنوا بالسنة، وفي ذات الوقت يتركون هذا ويتحاكمون إلى الطاغوت. والطاغوت لها توصيفات كثيرة، فهؤلاء وصفهم الله تعالى بالكفر، وعليه فمن رد حرفا من كتاب الله فضلا عن أن يرد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلية فهذا كافر بلا خلاف بين أهل العلم. قال قوله: كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى والعروة الوثقى ومفتاح الجنة، لكن لا تنفع صاحبها إلا بسبعة شروط أو ثمانية نظمها العلماء بقولهم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. قال هذه سبعة شروط. قال: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. قال: من أخل بشرط منها لم تنفعه لا إله إلا الله. هذه الشروط السبعة أو حتى الثمانية كما ذكر، هذه من شروط لا إله إلا الله، وليست هي كل شروط لا إله إلا الله، إنما هي من شروط لا إله إلا الله، وبعض العلماء حددها كذلك من أجل أن هذه أبرز الشروط، فإنه إن وجدت هذه الشروط السبعة كانت سببا في وجود سائر الشروط الأخرى، كانت سببا في وجود سائر الشروط الأخرى، ولذلك هذه أعظم الشروط. ثم كذلك هناك تنبيه على هذه الشروط آخر، وهو أن هذه الشروط كلها ظاهرة، أعمال ظاهرة ولا باطنة؟ أعمال ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة، كلها أعمال باطنة. وعليه فهذه الشروط باعتبار الدنيا أو باعتبار الآخرة تنفع أو لا تنفع؟ باعتبار الآخرة، فالنفع باعتبار الآخرة، يعني أن هذه الشروط تنفع صاحبها في الآخرة. طيب، معنى ذلك أنه إن لم يأتي بهذه الشروط في الدنيا لكلمة لا إله إلا الله نفعته في الدنيا لكنها لا تنفعه في الآخرة. نفعته في الدنيا باعتبار أن من أظهر الإسلام حكمنا له بالإسلام، وأن مما يثبت به الإسلام النطق به الشهادتين، فكل من نطق الشهادتين حكمنا له بالإسلام وأمره إلى الله وحسابه على الله، إلا أن يأتي بعد ذلك بناقد ينقض هذه الكلمة صريح بين. وهنا يقول قائل: طيب ما خلاصه، يبقى هي برضو السبعة شروط هذه إن لم يأتي بها يبقى برضو كافر. هذا يأتي بناقد، ناقد ماذا؟ ظاهر. لا، ناقد ظاهر، هو أصلا عنده نواقض باطنة. الذي لم يأتي بهذه الشروط أصلا هو ليس مسلما، وإن أتى بالشهادتين لفظا لكن لم يأتي بهذه الشروط وغيرها من شروط لا إله إلا الله فهي لا تنفعه في الآخرة وإن نفعته في الدنيا. وهذا شأن من؟ شأن المنافق. هذا شأن المنافق الذي يقولها بلسانه ولا يقولها بقلبه، وإن قالها بقلبه
جلبت معها هذه الإيش؟ الشروط بإذن الله تعالى، جلبت معها هذه الشروط وغيرها، هذه الشروط وغيرها. يعني أن شروط لا إله إلا الله ليست محصورة في سبعة، لكن هذه أبرز الشروط. والمقصود بليست محصورة في سبعة أو ثمانية ماذا؟ أن كل أعمال القلوب أصلها شرط في صحة الإيمان، أن كل أعمال القلوب أصلها شرط في صحة الإيمان، وكذلك المقصود به أن أصلها شرط في صحة الإيمان الذي ينفع في الآخرة، ينفع في الآخرة. وأعمال القلوب أكثر من يعني هذه السبعة أو الثمانية، يعني هنا معنا سبعة أعمال من أعمال القلوب متعلقة بكلمة لا إله إلا الله، بكلمة لا إله إلا الله. والمقصود بأعمال القلوب التي هي شرط في صحة الإيمان أو أصلها شرط في صحة الإيمان، أعمال القلوب المتعلقة بلا إله إلا الله. فهنا مثلا عندنا العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحب والانقياد والكفر بالطاغوت أو بما يعبد من دون الله، ينضاف إلى ذلك كل أعمال القلوب التي لها تعلق بلا إله إلا الله: الخوف، الرجاء، التوكل، الخشية، الإنابة وغير ذلك من كل أعمال القلوب. فلا بد من أصل الخوف في القلب، لا بد من أصل الإنابة في القلب، لا بد من أصل التوكل في القلب، لا بد من أصل الرجاء في القلب ونحو ذلك. والأصل إن صح التعبير هو الحد الأدنى لهذا العمل في قلب المؤمن، الحد الأدنى لهذا العمل في قلب المؤمن. إن زال هذا الحد زال الإيمان كله، زال الإيمان كله. يعني لو زال أصل المحبة لله زال كل الإيمان، لو زال أصل الانقياد لله زال كل الإيمان، لو زال أصل العلم بالله زال كل الإيمان. وذلك أن هذه كلها أصول تنهدم كلها إن انهدم واحد منها، لأن انهدام الواحد منها ناقض لكل ما هو موجود إن وجد، يعني وإن كان يستبعد أنه إن زال أصل عمل من هذه الأعمال من قلب العبد أن يبقى بقية الأعمال الأخرى أو أن تبقى بقية الأعمال الأخرى. يعني على سبيل المثال، الذي زال من قلبه أصل محبة الله، هل تتخيل أن هذا يخشى الله؟ هل تتخيل أن هذا ينقاد لأمر الله تعالى؟ هل تتخيل أن هذا يرجو الله، يتوكل على الله؟ هو أصلا لا يخاف الله أصلا، وليس في قلبه أصل الخوف أصلا. وفرق بين درجات الخوف وبين أصل الخوف، وإلا هناك كثير من أهل المعاصي، بل كلنا ونحن نفعل العصيان يضعف الخوف في قلوبنا. أي إنسان عاصي لو بقي الخوف في قلبه تاما ما عصى الله تعالى، لكن عند المعصية بيخف الإيش؟ هذا في القلب، يخف، يخف الخوف، تخف ربما، أو يعني تقل الخوف، تقل المراقبة، تقل يعني النظر إلى أن الله عز وجل ينظر إليه وغير ذلك. هذا كله لا يزول معه الإيمان، لا يزول معه الإيمان. لماذا؟ لأنه لا يزال هناك درجات من تحت ذلك. لو تخيلنا مثلا، إن صح المثال، إنه لو صح المثال إنه درجات مثلا الخوف 100 درجة، 100 درجة، العبد لما جاء يعصي نزل من درجة 100 إلى الدرجة 40، 50، 30، هل هذا قد زال الخوف من قلبه أم أنه قد قل الخوف فقط من قلبه؟ قل الخوف، وعليه هذا لا يزول إيمانه، فيظل ربما ينزل ينزل ينزل، أي نعم، لكن ما بقي أصل الخوف، ما بقي أصل المحبة، ما بقي أصل التوكل، ما بقي كذا من أصل كل عمل من هذه الأعمال، بقي الإيمان. لكن مع التنبيه والتخويف أن الإنسان إذا بقي على أصل العمل يوشك أن يزول الإيمان بسبب أنه على شفة حفرة والعياذ بالله من النار. لماذا؟ لأنه باقي على الأصل. طب
طيب لو أي عمل بسببه زال هذا الأصل والعياذ بالله زال الإيمان معه. ولذلك فتأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، تأويله إنه لا يكون على الدرجة الكاملة، إنما ينزل ينزل ينزل، وليس كما يؤوله الخوارج والتكفيريون أنه إذا ارتكب مثل هذه الكبيرة الزنا السرقة كذا لا يكون مؤمنا، يعني زال الإيمان بزوال بهذا العمل زال الإيمان. هذا باطل، هذا باطل، ما قال به أحد من أهل السنة والجماعة أبدا، وما قال به إلا الخوارج ومن نهج منهجهم. قال هذه ثمانية شروط لابد أن تتحقق في من قال لا إله إلا الله، فليست كلمة تقال باللسان فقط، فلا إله إلا الله لها أركان ولها شروط، أركانها ركنان، أركانها ركنان، وسبق الشروط، أركانها ركنان، أحدهما النفي والآخر الإثبات. يعني أركان لا إله إلا الله لابد أن تجمع بين النفي والإثبات، لا يصلح أن تأتي بالنفي وحده ولا بالإثبات وحده. والمقصود قال فلا ينفع النفي بدون إثبات ولا ينفع الإثبات بدون نفي. فلو قلت الله إله ما كفى هذا، ولو قلت لا إله هذا نفي فقط، لأنك جحدت الآلهة نهائيا، تكون من الذين يجحدون الآلهة نهائيا، معناها ليس في الكون إله. ولذلك لابد من الجمع بين النفي والإثبات، فالإثبات وحده لا يثبت التوحيد. يعني لو قال العبد الله إله هذا يوحد الله؟ لا. لماذا؟ لأن هذا قد يكون المفهوم منه أن هناك، أو هذا يوهم أن هناك آلهة وأن الله إله من جنس هذه الآلهة، ونعوذ بالله من ذلك. وعليه فهذا الإثبات لا يكون به مثبتا، وهذا ليس مادحا لربه سبحانه وتعالى. لو قال الله إله هذا ليس مادحا لربه، بل هذا ذم في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو صح مثلا في حق المخلوق أن تقول مثلا فلان شجاع، أم أن تقول فلان لا شجاع إلا فلان، أيهما أعظم مدحا؟ لا شجاع إلا فلان، أنت أفردته بماذا؟ بالشجاع. أما إن قلت فلان شجاع فهذا يعني أنه ليس هو وحده، فهناك غيره شجعان. ولذلك إذا قلت الله إله هذا ليس مدح، بل هذا باطل، لأنه يوهم أن هناك آلهة أخرى. ولذلك لابد أن تجمع بين الإثبات والنفي. ولذلك لا يصلح أيضا أن تنفي فقط فتقول لا إله، وهذا أسوأ وأشد. لماذا؟ لأنه لا إله قد نفيت كل العبودية لله سبحانه وتعالى، فضلا عن نفي كلمة أردت من غيره والعياذ بالله. ولذلك فلابد من الجمع، لا إله إلا الله. قال أما الصوفية الذين يقولون الله الله أو هو هو، فهذا كلام باطل وهذيان ولا يفيد شيئا، فلا بد من قول لا إله إلا الله بالنفي والإثبات، وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي ويؤمن بالله هذا الإثبات. وعليه هذه أذكار بدعية فقط التي يقولها بعض الصوفية؟ لا، بل هي أذكار بدعية وكذلك توهم شركا والعياذ بالله. فالذي يقول مثلا الله 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 وخلاص كده ويسكت، هذا ابتداء لا يقول شيئا فيه مدح، لا يمدح، لأن هذا ربما يقوله الكفار والمشركون لآلهتهم ونحو ذلك. ولذلك بعضهم أحيانا يقول يا الله يا الله ونحو ذلك، هذا أيضا من البدع، وهذا من الحقيقة الإساءة
في يعني عبادة الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال يا الله فهذا ينادي، والياء هذه يا النداء هذه من بعدها لابد أن يكون بعدها طلب، فهب أنك تنادي مخلوقا، هل يليق أن تنادي هذا المخلوق وتسكت؟ ولذلك هؤلاء سفهاء العقول كذلك، فلو أن مخلوقا نادى مخلوقا آخر قال يا فلان وسكت، ثم بعد قليل قال يا فلان وسكت، ثم قال بعد قليل يا فلان وسكت، فكل الناس يقول هذا غير عاقل، ماذا تريد أن تقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان؟ وهكذا هؤلاء يا الله يا الله يا الله يا الله. ولذلك بعض الناس تعجبه هذه المسائل، انه يجوا مثلا في مثلا في التراويح في مش عارف ايه، يروح جاي مثلا الامام كده ينقلب زي ما بيقولوا، يقعدوا يا الله وهم يعملوا ايه، يا الله وهم وراه يا الله. ما هذا؟ هذا ينادي على ربه سبحانه وتعالى ولا يساله، هذه اساءه مع الله، هذه إساءة مع الله. إنما الأدب أن تقول يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي مثلا. نعم. قال قوله كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، قال كما أنه لا يصح الإيمان ببعض القرآن وترك بعضه ولو آية أو حرفا، فكذلك السنة لا يصح الإيمان بها إلا إذا آمن بها جميعا، فلا يجحد شيئا مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعمل بسنته وتطيعه وتترك ما نهاك عنه، هذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله. أما لو شهد أنه رسول الله ولكن لم يؤمن به، ولكن لم يؤمن بما جاء به وبما قاله من الأحاديث، أو رد بعض الأحاديث وهي صحيحة لأنها لا توافق هواه أو لا تنطبق على منهجه، فهذا كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أهل بدعة هذا حالهم، والعياذ بالله، كمن يسمون بالقرآنيين مثلا، أو كما هو حال بعض المتكلمة والمعتزلة الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن هذه أحاديث مروية بسند الآحاد، بسند الآحاد، وهذا باطل، وهذه بدعة منكرة. والدليل على والأدلة على قبول خبر الآحاد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومضطردة، وعليه فهؤلاء أهل بدعة. وإلا لو أننا اتبعنا مثل هذا المنهج لضاع الدين، لضاع الدين. وإلا لو أنك تأملت أحكام الدين والشرع، ومن أعظم ذلك ما يتعلق بالعقائد، لوجدنا أن هذه الأحاديث التي وردت في ذلك جلها أحاديث آحاد، يعني أكثرها أحاديث آحاد. فلو أننا قلنا بعدم قبول خبر الآحاد لهذا لانهدم الدين بذلك، وهذا باطل، وهذا ليس منهج أهل السنة ولا الجماعة ولا منهج الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. وإلا على سبيل المثال فقط، من الأدلة مثلا على قبول خبر الآحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل الواحد يعلم القوم والقبيلة، وكان يبعث الواحد من أصحابه يعلم القبيلة، وكان يبعث الواحد من أصحابه يأتيه بالخبر، وكان يبعث الواحد من أصحابه يحكم في الناس ونحو ذلك، وهذا كله بخبر واحد، ويقام عليه الأحكام، والحوادث كثيرة جدا في ذلك. وأما ما تعلق به ربما بعضهم بالشبهة وتأثرا بأهل الكلام في مثل مثلا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حذيفة، فيما أظن أنه لما استأذن وانصرف غضب عمر رضي الله عنه، فأرسل في طلبه فقال لما انصرفت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف أو فليرجع أو كما قال. فقال والله لا أقبله حتى تأتيني بمن يشهد لك أو كلمة نحوه. فهذا تمسك به بعض هؤلاء في أنه لا يقبل خبر الواحد، وأن عمر تمسك به، هذا كان زيادة من عمر في هذا الأمر. إلا عمر نفسه كان يبعث ماذا؟
يبعث البعوث بالرجل الواحد ويقبل خبر الواحد ونحو ذلك. وهناك بحث جيد جدا في هذه المسألة، من شاء أن يرجع إليه، في كتاب أو في سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر. الكتاب الأول وهو كتاب العقيدة في الله، هناك بحث في هذا الكتاب جيد في مسألة الرد على من رد أحاديث الأحد. ده حديث عمر نفسه من الحديث فعلا للأحد، وهو من أشهر أحاديث الدين، وصدر به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه. نعم. قال: فهو من الذين قال الله فيهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال: فلا بد أن تؤمن بجميع السنة وما يوافق هواك وما يخالف هواك، وما ما يوافق منهجك وما يخالف منهجك، ويجب أن تؤسس منهجك على الكتاب والسنة، لا تؤسسه على الهوى أو على قول فلان أو على نظام الحزب أو الجماعة الفلانية، لا تؤسسه على ذلك، بل أسسه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. قال: قوله ومن رد من السنة شيئا، يعني مثلا المعتزلة وعلماء الكلام الذين لا يؤمنون بأحاديث الأحاد، يقولون لأنها لا تفيد العلم فلا يقبلونها في العقائد، ويأتون بقواعد المنطق وعلم الكلام، يقولون لأن المنطق وعلم الكلام يفيد اليقين لأنه براهين عقلية، نعوذ بالله. وأما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان خبر أحد فإنه لا يفيد اليقين عندهم، يعني والحديث لا يفيد اليقين عندهم ولو كان في الصحيحين. لماذا؟ خبر أحد، إذا كان خبر أحد خلاص لا يقبلون هذا الخبر ويقولون هذا لا يفيد العلم ولا اليقين. قال: هذا ضلال والعياذ بالله، لأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين، لأنه كلام من قيل فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء كذبوا ببعض الوحي حيث ردوا أحاديث الآحاد في العقائد ولم يقبلوها، وردوا شيئا من الوحي المنزل، فهذه طريقة ضالة والعياذ بالله. قال: قوله فقد رد السنة كلها، يعني من رد شيء من السنة فقد ردها كلها. قال: يعني ولا ينفعه ما قبل منها حتى يقبلها كلها. الذي يرد حديثا واحدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت بالسند الصحيح وبالضابط الصحيح، الذي يرد ذلك بعد العلم والحجة كافر بالله عز وجل، كافر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه ثبت بالحجة والبرهان والدليل ثبوت هذا الحديث فيرده على غير منهج، فإنه بذلك يغفر بالله تعالى، لأنه قد ثبت وصح وهو يعاند في ذلك بالهوى، بخلاف من يرد ربما بالمنهج العلمي، كان يقول مثلا: لا أنا عندي رواية الحديث فيها فلان، فيها علان، فيها كذا، فيها علة، في كذا. هذا كله من باب الخلاف السائغ بين أهل العلم فيما يسوغ في مثل ذلك، حتى في علم السند والرجال ونحو ذلك. أما من ثبت الحديث أو من ثبت أما إذا ثبت الحديث واتفق عليه أهل العلم وأثبتوه ثم يأتي من يرده بالهوى فهذا كفر بالله عز وجل، والمقصود بالهوى ليس على منهج علمي ولا شيء من ذلك. قال: قوله فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة. قال: المماحلة يعني المجادلة، واللجاجة قال الجدال الذي لا طائلة تحته، ورفع الصوت من أجل أن تنتصر على خصمك هذا لا يفيدك شيئا. واللجاجة فيها نوع من العناد، اللجاجة تختلف شوية عن المجادلة بأن فيها نوع من العناد، يعني غالب اللجاجة أن الإنسان بيبقى عنده تحامل لقوله أو لرأيه، فتراه يعاند دائما، يعاند يريد أن يأخذ بعكس ما يقال له. قوله فإنه ليس من دين الله في شيء، يعني الجدال بالباطل ليس من دين الله. قال تعالى
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا؟ قال يعني يجادلون فيها، هل هي من عند الله أو ليست من عند الله؟ هل القرآن كلام الله أو لا؟ هل هو منزل أو مخلوق؟ هذا كله من الجدال في كتاب الله عز وجل ومن الممارات الباطلة. قال قوله وزمانك خاصة، زمان سوء فاتق الله، يعني قال هذا في وقت المؤلف، فكيف بما بعده من الأزمنة والفتنة أشد. وكان زمانه على ما فيه من الفتن فيه علماء، لكن كلما تأخر الزمان قل العلماء وكثر الشر، فالخطر أشد في آخر الزمان. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.